اهلا بيكم يا شباب، النهارده هنلعب بشخصيتين المتوحش بالنسبه لي عامه. يعني ين انا بلعب بيه، بحط له في المميزات بتاعته، بلعب بالسفاح، وفي المعدات بتاعته بخليها نفس المعدات بتاعت السفاح عشان خاطر يعني بيبقى اقوى، وفي نفس الوقت ضربته بتبقى اقوى. انا مش مهم بالنسبه لي ان دمه يزيد، بس اهم حاجه عندي ان انا اخليه يقتل اكتر. وبحط له العقاب، طبعا العقاب الجليدي عشان خاطر اثبت الخصوم واعرف اقتله. أنا ين وسأظل كذلك دائما مهما كان الأمر. مرحبا بك في موبايل ليجندز. عشان غيرت ين من محارب لسفاح وحطيت له نفس المعدات بتاعت السفاح والعقاب وكده، لازم اخش على الغابة على طول وقت الوحوش الغابة او اخد البفات، ولازم اكون سريع بقى في قتل الوحوش عشان خاطر الحق صحابي قبل ما حد منهم يموت. هجيلك هجيلك، اصبر عليا بس ثواني. خلص الوحوش اللي في الغابة وجايلك يا حبيبي. انا بشيل ضرب الوحوش في المونتاج عشان خاطر هيطول شوية. اهلا اهلا، تعال تعال، مش هسيبك. معلش معلش يا حبيبي، معلش، ليش تاخد غيرها؟ انا مش هسيب لك وحش في الايد النهارده. اجري اجري، تعال تعال، طالما انت لوحدك تعال تعال. احنا ايه احنا يا ساتر، تدافع عنه؟ هتموت انتوا الاتنين دلوقتي. عايز اجيب التاني دي، يقول السكليت تضرب غلط. اوه انزل التاني يا رب. اوه مش هسيبك. لا احد يقرر من انا. عاش عاش يا برنس. ايه ده، هو انت اتحسدت ولا ايه؟ لازم اقتل وحوش الغابة باستمرار، يعني حتى لو مت ارجع تاني لوحوش الغابة برضو، او ما متش برضو يعني عادي. لازم ايه، هي دي الحاجة اللي بتعليني بدل ما اروح اقتل في الاتباع بتاعتهم. ده في موضوع فوق جايلكوا، ثواني استنوني بس. لا لا، تعالى من الناحية التانية احسن، خاطر انا هتغفل. خش للراجل، يخش، تعال يا حبيبي ساعده، تعال مش هسيبك. معلش حبيبي. عاش ليه عاش ليه يا غدار، تعال يا غدار، انا مش هحلك يمكن ده. انت بتجيني من ورا الشجرة؟ ماشي ماشي، هجيبك، اخليك كده واقف تحت البرج. يا نهار ابيض، ده انا اجري احسن. احيانا اخاف من نفسي عندما كده، انا عملت لهم رعب هنا. روح اقتل بقى السلحفة وربنا يستر. السلحفة بقى يا جماعة بتديني درع وبتديني فلوس زيادة عشان خاطر اقدر اشتري معدات عشان خاطر الشخصية تبقى قوية. لا ده في حد، في حد، استنى. تعال تعال يا بابا، تعال ساعدوني يا جدعان. انا بغفل، انا بحب اغفل اوي بصراحة، وكده انا اللي هتغفل. ضعفه، ايوه تعال يا حبيبي، معلش تعالى يا لانسلوت، محدش عارف يوقفك. الله ينور. اوش، يا اهلا اهلا اهلا. احنا مش هنحل. احنا هندمر على طول. ايوه عاش عاش يا رزي. خلص بس الوحوش دي وهجيلك على طول. سحاب.
احد يقرر من انا. في تخفيل. ارجع يا عم ارجع شوي. قربهم. تعال. انا بحب التخفيل بصراحة بالشخصية دي. الشخصية دي ممتعة في التخفيل. وحش وحش يا دي عمر والله. يرجع يا ريزلي يرجع. يا نهار ابيض. حرام عليك يا عم. افضل الخسارة على التوقف عن القتال. انت ما حدش قادر عليك يعني. تعال. لا انا مش هقدر اخش في وسط التلاتة. يا لهوي يا جدعان ما ترجعوا. قرب عليا قرب. يا نهار ابيض. شفت شفت. حبيبي. معلش معلش. تعيش تاخد غيرها. تعال انت كمان. يا محظوظ. هدو 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 هدو. هدو. اوه نايس. عاش يا ليزلي. الدور عليك يا لانس. هتروح فين؟ خليك مستخبي جوه. ماذا افعل الان؟ هل اقتلهم جميعا؟ هتيجي. تعال نشوف يا جدعان. روحوا يا جدعان شوفوا يا جدعان اللي بيضرب في البرج ده. خليك هنا. انا همسكك همسكك بس الاسكن يفتح. مش هسيب لك وحش انا عندك. اوه تعال تعال قرب قرب حبيبي. ايه ده؟ يا نهار ابيض هرب. اوه عايز اطلع. محظوظ والله انت مرزق. كوبا كوبا غبي جدا يا جدعان. هو اي رامي عامة بيبقى غبي جدا لو اصطاد الواحد من بعيد. هو حظه حلو. خلص على الوحوش واجيلك اهو. ثواني. الله ينور. ايوه كده يا عم. كأني موجود. احفين. يا ابن اللذينة. مش هسيبك مش هحلك. هتروح فين؟ انا بسد عليك جوانب. مش له بالعكس عشان خاطر ما ايه ما يفكرش يجري الناحية التانية. هجيبك تعال تعال تعال. ما هي خدعة. يلا يا رب فتلة ازرق فتلة سناك فتلة سناك. لا ده كده هيموتني. اخرب بيت الموت. احسن. اضرب والله. معلش معلش. بصراحة في ناس بشوفها بلانسلوت اغبياء قوي وناس ما بتعرفش تمسكهم اصلا. انا عارف انت كنت هتهرب بس انا اسرع يا صاحبي. طالما قتلت السفاح بتاعهم لازم اروح على الغابة على طول عشان اقتل الوحوش اللي هناك كلها عشان ما يعرفش هو يعلى تاني. لما بقتل وحوش الغابة عندهم وعندي يعني الوحوش اللي عندي والوحوش اللي عندهم ببقى اقوى بزياده يعني. وغير كده كمان السفاح اللي عندهم ما بيلحقش يقتل اي وحوش عنده في ال لانه بيجي ما بيلاقيش اي حاجه خالص ببقى مفضها له. اجري براحتك هجيبك. قرب 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 تعالى. ايه ده ايه ده هو واقف كده ليه؟ شكله النت بايظ عنده. اهلا اهلا اهلا. تعالى معلش. ايوه كده انفخكوا هنا. في الفوز او الخساره احتفظ بكبريائي. قتل. انا بصراحه بفضل شخصيات السفاح دايما وبحب العب بيها لان يعني بيبقى ليه متعه خاصه كده. تعالى ده انا مستنيك من بدري. يا دي ام الكلب. اصبر يا رب اصبر اصبر اصبر. هيموتني هيموتني. نايس. يا لهوي. معلش معلش معلش. لانس جاي ورايا. معلش. ايوه امسكوه امسكوه موتوه خلوه شيل. احسن. قتلوا وسط. ايوه كده عاش. انا طول ما انا بلعب بالسفاح بفضل في الغابة عشان قدر املى دمي عشان انت يا اسطى قفشني.
اسئتني. أفضل الخسارة على بطل بقى التوقف تجري عن ورايا. القتال. يلا ناخد اللورد. اوه الحليف قتل اللورد. تم قتل الحليف. لا مش هتعرف توصل لها يا صاحبي طول ما هي معانا. تعالوا اهلا اهلا، ازيك؟ ايه ده، راح فين؟ عايش. هذا انت بعيد تيل الاول ازل بصراحة. الله ينور. اما بطل غلط بقى، وكل واحد يخسر يفضل يغلط بقى. عاش. عاش يا رزل. ما تخلوش حد منهم يفلت. شخصية ين هي أقوى شخصية نزلت في اللعبة دي بصراحة. أنا من عشاق ين، وفي نفس الوقت أنت لو دخلت تصنيف هتلاقي أول واحد بيحذروه في التصنيف في الملحمي ين على طول. ده لازم من الشخصيات الخطر زي روجر كده اللي بيتحول لذئب برضه. لا ده انا لازم اروح بقى، كان المعركة فوق ايه جامدة اوي، شكلهم هيموتون كلهم. رايح فين؟ تعالى يا حبيبي، ده انا مستنيك من بدري. ايوه مش هسيبك اصلي. وبكده نكون انتهينا من المعركة بالفوز. قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، وما تنسوش سبسكرايب عشان تشوفوا كل جديد. اشوفكم على خير، سلام.